مشاهدي قناة الدار، بمناسبة رأس سنة واحتفال المغاربة بهذا المناسبة، الاستعدادات على قدم وساق. احنا الآن متواجدين في أكبر المحلات التجارية لصناعة الحلويات اللذيذة للمغاربة، الكواليس اللي غادي نتعرفوا عليها مع الشيف طاهر كريم. بقوا معنا ولا يلا نمشيو دابا. أهلا سي طه، تبارك الله عليكم، هادشي زوين عندكم. السلام عليكم، مرحبا سيدي. يعني كاستعدادات كتوجدوا بيان سور، يعني كاين واحد الاقبال كبير على راس السنه، المغاربه كيحاولوا يعني يحتفلوا بهذه المناسبه، اشنو كتوجدوا اليوم في هذه المناسبه؟ دابا كنوجدوا اليوم بالنسبه لراس العام، كاين اللي كيبغي حلوه دايره، كاين اللي كيبغي ليبيج، فهمتني؟ وكنوجدوا دابا بالنسبه كاين شويه الضغط بالنسبه لراس العام، كاين شويه الضغط، ولكن المهم كنورغانيزيو داك الشيء باش يجي الامور دوز الامور مزيانه ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كان شنو فين كيكون الاقبال على المستوى الحلويات؟ شنو هو النوع اللي كتمشى مزيان يعني في هذه الفتره هذه؟ الحلويات كلشي ديال حلوه اونترومي ديال 2019 باغ اكزومبل، بحال هاد الحلوه اللي ديكورينا هادي، وكاين اللي كيبغي بحال هكا ديال السابان، ديال السابان السابان بحال هكا، وكاين اللي كيبغي بحال هكا، وكاين اللي كيبغي دايره باغ اكزومبل بحال طارت وفخاز، فهمتي؟ على حسب الناس وكل واحد كيدوموند. الحاجه اللي كتكون يعني كنشوفوها متميزه ماشي غير فقط الجوده واللذه، كتركزوا حتى على ديكوراسيون، هاد لا ديكوراسيون اللي لا فينيسيون ديال الكاتو كتاخذ الوقت كثير، وخاص تكون تجربه في هذا الميدان. ولا بدا خاص شويه، كاين شويه ديال ولا بدا باغ اكزومبل هاد الديكور ديال هاد السابان ماشي ساهل باش ديكوري، كتبغي الوقت، ولكن على حسب الناس، الا كان الناس طلبوها ما عندكم، الا توجد لهم الكاطو ديالهم ما يمكنش هادشي اللي كاين. ولا بدا خاصك ديكوري شي حاجه مزيانه، واخا يكون الضغط وداك الشيء خاص ديكوري داك الشيء زوين وبشويه شويه عليك، وتعطي الناس شي حاجه مزيانه. هذا هو الهدف ديالنا، هو الناس يمشيو على خاطرهم. شفت هادشي عندك زوين بزاف تبارك الله عليك، علاش ما شاركتيش في شاف البرنامج المشهور كل كيتكلم عليه، يعني في هاد الكومبيتونس اللي عندك، انا كتفكر انك تشارك في برامج عالميه؟ شاركت انا في كوب دي موند، في كوب دي موند فرنسا كنت فيه، شاركنا فيه في كوب دي موند وداك الشيء، ماشي مشكل. وكاين مشاركات اخرين بحال لي كونكور، كنكونوا في لي كونكور كنشاركوا، ماشي شحال من كونكور شاركنا فيه وجبنا محطه، وحنا جينا حنا الاولين، ماشي مشكل. تبارك الله عليك، هذه معلومه جديده عندي طه، تبارك الله عليك. انا سعيده بطبيعه الحال، شنو كتمنى للمغاربه؟ ان شاء الله الهنا والاطمئنان، ان شاء الله هادشي الصحه. شكرا لك، شكرا طه. بالنسبه للزبناء اللي تيجيونا، اكثريه كيركزوا على الشوكولا وعلى لي فروي سيك، الكركاع اللوز، المغاربه اكثريه هما كيهتموا بالكركاع واللوز بزاف. سينو كاين واحد الفئه اخرى كتبغي الفواكه، كتبغي الشوكولا، كاين مخلطه، ولكن لا بلي بار كيسولوا على اللوز. اتمنى مزيانين يعني بالنسبه لهاد لي برودوي اللي عندنا، لي برودوي باش كنخدموا ديال دي برودوي امبورتي باش كنخدموا لي بيش ديالنا ولي غاطو، دونك بالنسبه للاثمنه راه مزيانين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.